ديستنيشن بورت 80 وسورس بورت حاجه اعلى من 1023 ويحط سورس اي بي ديستنيشن اي بي وبيبعت الريكوست بتاعه. احنا عايزين نعمل ناتنج للاي بي ادرس. فاللي بيحصل عملا ان راوتر 1 ممكن يديله 84.1.1 هنا اوكي، بس كمان بيبص على البورت نمبر اللي هي السورس بورت. ليه بقى بيبص على السورس بورت؟ لانه ممكن باستخدام السورس بورت يدي نفس الاي بي 84.1.1 لاكتر من يوزر بس يغير في البورت نمبر. بمعنى ان اول يوزر اللي هو اليوزر اللي اسمه 10 قرر ان هو يبعت ريكوست عدى من خلال الراوتر، الراوتر لقى ان هو جاي من سورس بورت 5 وحايد، فالراوتر ما عندوش مشكله انه يديله نفس البورت نمبر 5 وحايد بس هيغير الاي بي. في يوزر هنا تاني اسمه 11 برضو رايح يعمل ويب براوزنج، يعني بعت لديستنيشن بورت 80 من سورس بورت 5 وحايد برضو. شوف الغلاسه بقى. طبعا يعني انا حطيتها كده على سبيل ال يعني بيسموها ايه، يعني سبيل الغلاسه، لان يعني صعب قوي يعني ان اتنين كلاينتس في نفس الوقت يبعتوا حاجه من نفس السورس بورت. بس انا عايز اوريكم ان حتى لو ده حصل، هو طبعا اللي بيحصل عملا ان كل واحد بيختار له بورت راندوم وخلاص. فلو حصل ان اليوزر اللي اسمه 11 بعت الى ديستنيشن بورت 80 لنفس حتى السيرفر او سيرفر مختلف، المهم انه هو خرج من بورت 5 وحايد، لما يجي يعدي من خلال الراوتر، الراوتر هيديله نفس الاي بي ادرس، هو 84.1.1. يبقى دلوقتي احنا عندنا اثنين يوزرز بيستخدموا نفس الاي بي ادرس. ايه ده؟ طب نفرق ما بينهم ازاي؟ بنفرق ما بينهم عن طريق السورس بورت. ان هنا تلاحظوا ان راوتر 1 ادى ل 11 الجهاز الهوست اللي اسمه 11 اداله بورت 4.2، فهنا في اختلاف ما بين البورت نمبرز. اذا لما يجي الرد راجع هنعرف ندي لكل واحد الرد بتاعه، والكلام ده كله بيتسجل هنا تحت عندنا في الناتنج تيبل. يبقى احنا عندنا انسايد لوكال اسمه 192.168.1.10 كان خارج من بورت 5 وحايد، الراوتر اداله 84.1.1.1 برضه بورت 5 وحايد، كان المستخدم البروتوكول تي سي بي، كان رايح يكلم 192.168.2.10 على بورت 80. فبالمناسبة احنا ما بنشوف IP address ومعاه port number كده بالشكل ده زي ما احنا شايفين، يعني الاول IP address لاحظوا وبعد كده في نقطتين وبعد كده port number، ده معناه ان الاثنين دول مع بعض بنسميهم socket. socket يعني IP address مع port number، بحيث ان احنا يعني ده نوع من انواع العنوانة للسيشن. يعني احنا عندنا session شغال على port number كذا من IP address كذا، فده بنسميه socket. الناس اللي درست نتورك بروجرامنج كان بتستخدم الساكت كتير. يعني احنا من الاخر عندنا هنا عند اليوزر ده في ساكت مفتوح قدامه ساكت مفتوح هنا عند السيرفر، والاثنين دول مع بعض بيكونوا سيشنز. يعني اثنين ساكتس بيكونوا سيشن. طيب اللي عايز اقوله بقى ان كمان 11 اللي هو دي المفروض تبقى 11، انا اسف، 192.168.1.11 برضو كان خارج من سورس بورت 5 وحايد، رايح يكلم 192 في الاوتسايد 168.2.10 على بورت 80. لما عدى من خلال الراوتر، الراوتر اداله نفس الاي بي ادرس اللي اداه لزميله اللي عدى قبل كده، بس ما ادالوش نفس البورت، اداله بورت مختلفه. فلما اداله البورت المختلفه يبقى دلوقتي لما يجي السيرفر يرد بقى، السيرفر مره هيرد على بورت 5 وحايد، ومره ثانيه هيرد على بورت 4.2. يبقى ساعتها بقى الرد لما يوصل لغايه الراوتر، الراوتر هيبص هنا في الجدول ويشوف مين اللي كان خارج ببورت 4.2 ويديله او يقلب ال 84 يقلبها الى 192.168.1.1 ويغير البورت نمبر من 4.2، هيرجعه الاصل بتاعه عشان خاطر الرد يوصل الى اليوزر اللي كان اصلا بعت الريكوست. ونفس الموضوع هنا مع اليوزر اللي كان استخدم 5 وحايد، هيوصل الرد الى الراوتر، والراوتر على اساس الناتنج تيبل هنا هيبدا ان هو يودي الباكت الى الديستنيشن بتاعه. فده الكونسبت بتاع ان احنا عندنا دايناميك ناتنج بس عملنا اوفرلود. يعني احنا استخدمنا هنا لو تلاحظوا اي بي ادرس واحد بس،
الاي بي ادرس احنا متعودين في النتنج تكنيكس او ميثودولوجيز اللي احنا لسه اتكلمنا عنها من شويه زي الستاتيك نتنج والدايناميك نتنج، اتعودنا ان احنا بنستخدم اي بي ادرس لكل يوزر جوه النتورك، كل برايفت اي بي ادرس بياخد بابليك اي بي ادرس. لكن دلوقتي احنا استخدمنا نفس الاي بي ادرس لكل اليوزرز اللي جوه النتورك بتاعتي. ده معنى ايه؟ هو انا عندي كام بورت نمبر، انا استخدمت لهم نفس الاي بي ادرس بس غيرت في البورت نمبر. انا عندي 65000 بورت نمبر لان هم 16 بت، هم 65534 يعني حتى مش 65000 سوري مش 65000 65500. فتخيل ان انت تقدر بنفس الاي بي ادرس بس عن طريق تغيير البورت نمبرز انك تعمل 65000 سيشن مع بعض في نفس الوقت، فدي حاجه رائعه جدا. يعني الاي بي ادرس الواحد ممكن يتعمل عليه حاجه و60000 سيشن، رقم مهول. يعني مثلا عندك في الشركه بتاعتك 1000 موظف، كل موظف عامل 60 سيشن مع العالم الخارجي. اقصد ب 60 سيشن او كونفرسيشن ان هو مثلا فاتح صفحه براوزنج وصفحه كمان براوزنج، ادي كده 2 سيشنز. يعني مثلا بيتصفح yahoo.com وبيتصفح جيميل وبيتصفح مثلا whatever disneyworld.com وبجانب كده بيعمل chat وبيعمل downloading وبيعمل file transfer وبيعمل voice over IP وبيعمل 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 كل ده كله okay يعتبر sessions. فاحنا كل user من الالف user اللي عندنا في النتورك بتاعتنا كل واحد فيهم ممكن يعمل up to 60 session، يبقى كده 60000 session. ونستخدم في الاخر خالص public IP address واحد عشان كل الناس دي تتواصل مع العالم الخارجي. علشان كده بنسمي الـ Dynamic Netting with Overload بنسميه Port Address Translation، لان احنا استخدمنا فيه الـ Port Numbers. ازاي ممكن نعمل Configuration للـ Path؟ الظريف في الـ Path ان هو بقى المرة دي Many to One، يعني احنا عندنا 1000 User ممكن كلهم يستخدموا One IP Address، اوكي؟ او ممكن نخليهم يستخدموا شوية IP Addresses. ازاي؟ ممكن نخلي اليوزر دي الانسايد نتورك تاني، هنا الانسايد نتورك وهنا الاوتسايد وورلد. ممكن اعمل حاجه ظريفه ان انا اخلي كل اليوزرز اللي هنا اللي في الانسايد نتورك كلهم وهم معديين من خلال راوتر 1 يستخدموا الاي بي ادرس بتاع انترفيس مثلا سيريال 0/1. اي حد وهو خارج ياخد الاي بي ادرس بتاع الانترفيس ده، تمام؟ فانا كده عملت اوفرلود على انترفيس، على اي بي ادرس بتاع انترفيس. او زي ما كنا عملنا قبل كده ان احنا هنعمل بول، اوكي، والبول ده هنحط فيه اي بي ادرسز وكل يوزر هيعدي ياخد من البول ده. بس طبعا البول ده ممكن نحط فيه مثلا 2 اي بي ادرسز، فلما تشتغل على 2 اي بي ادرسز هتلاقي ان الاي بي ادرس الواحد اللي فيهم هيديك حوالي 60000 سيشن دول. فانت لما تخلص الاي بي ادرس الاولاني بقابلني طبعا، بعد كده بتخش على الاي بي ادرس تاني. عشان كده معظم الناس لما بتيجي بتعمل كونفيجريشن للبات بتشتغل على، وده فعلا التطبيق اللي عندنا في البيت بالمناسبه، بتشتغل على الانترفيس اللي منه بنكلم السيرفيس بروفايدر. هو دوت الانترفيس اللي بنستخدم الاي بي ادرس بتاعه علشان خاطر نكلم العالم الخارجي. وانا دلوقتي موجود في دي اس او فعلا انفايرمنت، وممكن حتى نتست الموضوع ده مع بعض، نشوف انا الجهاز بتاعي اللي جوه هنا لما بيعدي من خلال الراوتر بتاعي الراوتر بيديله هنا اي بي ادرس. فممكن نعمل ديمو للموضوع ده دلوقتي حتى قبل ما نتكلم على الكونفيجريشن، لان الكونفيجريشن مش هتضيف جديد قوي. فتعالوا نتست فعلا الاي بي ادرس اللي انا بستخدمه هنا، البي سي بتاعي اللي انا شغال عليه دلوقتي بعمل ريكوردنج عليه دلوقتي يستخدم هنا اي بي ادرس عشان خاطر يخرج على الانترنت. نفتح ويب براوزر، هنروح على ويب سايت اسمه وات از، ايوه هو ده وات از ماي اي بي دوت كوم، دوس انتر. انا هنا بساله ان انا ايه الاي بي ادرس اللي انا بستخدمه، فقال لي 41.199.45.37. ده الاي بي ادرس اللي انا بستخدمه دلوقتي من الجهاز بتاعي الويندوز ماشين اللي انا بستخدمها فور ريكوردنج ديت عشان خاطر اوصل الى العالم الخارجي. فاكيد طبعا انا اصلا لو عملت كده جبت السي ام دي ووريتكم الاي بي ادرس اللي انا واخده
على الماشين اللي انا عليها عن طريق كمية اي بي كونفيج، هنلاحظ ان انا واخد 192.168.16.70، ده برايفت اي بي. طبعا انا مش هينفع استخدم برايفت اي بي ادرس ان انا استخدمه على الانترنت، علشان كده الراوتر بتاعي عمل لي ناتنج وانا خارج على الانترنت، ف قلب لي الاي بي ادرس بدل ما استخدم 192.168.16.70 بستخدم 41.199.45. لو حبيت اتاكد ان هو دوت الاي بي ادرس اللي واخده الراوتر بتاعي ولا لا، ممكن ادخل على الراوتر بتاعي، هو 192 تقريبا، كده نكتب اليوزر نيم والباسورد. انا دلوقتي على الراوتر بتاعي، وهنلاحظ هنا فعلا ان الوان اي بي ادرس على الراوتر اللي انا شغال عليه دلوقتي هو 41.199.45.37، هو بالظبط الاي بي ادرس ده. اوكي، فاذا الوان اي بي ادرس بتاعي هو اللي انا بستخدمه للخروج على الانترنت، يعني نفس الديزاين اللي كنا قلنا عليه من شويه. هنعتبر الراوتر 1 ده هو الراوتر اللي عندي، والاي بي ادرس بتاعه الخارجي اللي بنكلم منه الوان هو دوت الاي بي ادرس اللي انا باخده ولما نيجي نعمل ترانسليشن او انا بخرج من جوه النتورك عشان اكلم حد بره على الانترنت مثلا. ازاي نعمل كونفيجريشن للموضوع ده؟ نفس الكلام، عندنا هنا مجموعه يوزرز عايزين نسمح لهم، هنسمح لهم او هنحددهم باستخدام اكسس كنترول ليست، هنحدد فيها اليوزرز اللي هنا كلهم. اوكي، ممكن نعمل بول ونربطه بالاكسس ليست، وممكن نقول ان الاكسس ليست ديت اليوزرز اللي مسموح لهم فيها هيستخدموا الاي بي ادرس بتاع انترفيس سيريال 0/1. اذا كنا هنعمل بول او هنستخدم اي بي ادرس بتاع انترفيس، عشان نوضح ان احنا هنعمل باث، كل الزياده عن الكونفيجريشن اللي خدناها مع الدايناميك ان انت تيجي في الاخر وتقول له اوفرلود. اوفرلود يعني هتعمل بورت ادرس ترانسليشن، او هتحمل الاي بي ادرس اكتر من يوزر، او اكتر من يوزر هيستخدموا نفس الاي بي ادرس مع بعض في نفس الوقت. وهي دي الامبلمنتيشن اللي احنا بنستخدمها في البيوت، بنستخدمها في الشركات بتاعتنا، لان هي ذا موست افيشنت وان، دي افضل واحده من حيث الكفاءه، ان انت بتستخدم كل الناس يعملوا ناتنج باستخدام اي بي ادرس واحد، حاجه يعني لطيفه خالص. تعالوا نشوف ازاي ممكن نعمل كونفيجريشن. احنا لغايه دلوقتي كنا عاملين دايناميك ناتنج على راوتر 1. انا كنت اخر حاجه عملت شو الاي بي نت ترانسليشنز، كان الجدول ظهر، احنا سايبينه بقالنا فتره دلوقتي، فلو عملنا تاني شو المفروض ان انتريز كتير من التابل دوت تتشال، والفعل فيه كذا انتري اتشالوا. فتعالوا بقى ايه نكلير خالص الترانسليشنز ديت، ونستعرض بقى الكونفيجريشن كده اللي موجوده عندنا على الراوتر ده عشان نشيل منها اللي احنا مش عايزينه.